ان هو الاتحاد الدولي لما بيلاقيك بتنظم كاس يدي عالم لك دعم بقى، دعم فني بشكل منتظم. طب خلينا يا استاذ ناجي اقول لك، دي لقطات حصريه لقناه النادي الاهلي من داخل الملعب مظبوط، والتجهيزات من لحفل داخل الافتتاح. صاله واحد، صاله واحد في استاد القاهره ده يعني شكل كده، او دي يعني بروفه من ضمن البروفات اللي هتتعمل على افتتاح البطوله، والبروفه النهائيه هتكون بكره استعدادا للبروفه الجنرال بقى والبروفه العامه اللي تكون في افتتاح البطوله. البروفا بكره هيكون يحضرها معالي وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي، بالاضافه لاعضاء مجلس اداره اتحاد الجمباز. اعتقد هتكون حاجه يعني تاني يا جماعه، دي لقطات حصري لقناه النادي الاهلي من داخل صاله واحد باستاد القاهره في الاستعدادات التي تجرى على قدم وساق لحفل افتتاح بطوله كاس العالم للجمباز رجال وسيدات. وزي ما قال طبعا استاذ ناجي في كلامه ان بكره البروفا النهائيه لحفل الافتتاح، واللي هيحضرها طبعا لفيف من قيادات طبعا الوزاره وعلى راسهم الدكتور اشرف صبحي ورئيس الاتحاد دكتور ايهاب امين، واكيد هيحضر بكره اعضاء من الاتحاد الدولي. اكيد، لان هو اوريدي اعضاء الاتحاد الدولي كانوا موجودين، حضروا جزء من التصفيات الافريقيه او كانوا موجودين في التصفيات الافريقيه اللي سبقت دي على خلاص لسه خلصانه من يومين او ثلاثه.